اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه المتجدده واللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهوريه للتخطيط العمراني واللواء اركان حرب وليد ابو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه والعقيد طيار بهاء الدين الغنام مدير جهاز مستقبل مصر للتنميه المستدامه وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان الاجتماع تناول متابعه تطورات الموقف التنفيذي لامدادات التغذيه الكهربائيه للمشروع الزراعي العملاق الدلتا الجديده وقد وجه السيد الرئيس بالاسراع في خطوات استكمال التغذيه الكهربائيه الاضافيه للمشروع القومي العملاق الدلتا الجديده وفق الخطط الاستراتيجيه للدوله للتوسع الافقي في الاراضي الزراعيه وبما يساعد على استيعاب معدلات التنمية الآخذة في التوسع على مستوى رقعة الجمهورية وتنوع الأنشطة العمرانية والصناعية والإنتاجية بها مما يدعم قطاع الأمن الغذائي ويساهم في فتح أفاق التصدير وكذا توفير فرص العمل كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة كريستل هيدمان المدير التنفيذي لمجموعة أورنج العالمية للاتصالات وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب السيد ياسر شاكر المدير التنفيذي لشركة أورنج مصر، والسيد جيروم هانيك المدير التنفيذي لأورنج للشرق الأوسط وأفريقيا. اللقاء تناول استعراض جهود التعاون المشترك مع مجموعة أورنج العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقد رحب السيد الرئيس بالزياره الاولى للمدير التنفيذي لمجموعه اورنج العالميه الى مصر موضحا سيادته حرص مصر على التعاون مع الشركات الفرنسيه العالميه ذات الخبرات العريقه في جميع المجالات كشركاء للتنميه في مصر ومن ضمنها مجموعه اورنج العالميه وذلك في ضوء علاقات الشراكه الاستراتيجيه بين مصر وفرنسا بالاضافه الى الخبرات الكبيره للمجموعه في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي وتطوير النظم التكنولوجيه لاداره المنشات والمدن الجديده والمشروعات الكبرى والتي تمثل ركنا اساسيا في اطار خطه الدوله للرقمنه والتنميه الشامله في مصر من جانبها اعربت المدير التنفيذي لمجموعه اورنج العالميه عن تشرفها بلقاء السيد الرئيس متوجهه بالشكر الى سيادته على تذليل ايه عقبات تواجه انشطه المجموعه في مصر بما في ذلك اتاحه الترددات وبناء ابراج الاتصالات ومؤكده ان ما تشهده مصر من عمليه تنميه شامله ومشروعات قوميه عملاقه في جميع المجالات انعكس بشكل واضح على مناخ وفرص الاستثمار في مصر على نحو يشجع اورنج على التوسع في انشطتها الاستثماريه بها خاصة من خلال الاستثمار في الشركات الناشئة وزيادة التعاون في المشروعات القومية العملاقة لسيما في ظل كون مصر إحدى الأسواق الرئيسية الكبرى بالمنطقة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الداعمة لأنظمة عمل المدن والخدمات الذكية واضاف المتحدث الرسمي ان اللقاء تطرق الى استعراض سبل تعزيز التعاون مع مجموعه اورنج وزياده استثماراتها في قطاع الاتصالات في مصر خاصه في ظل الفرص الضخمه التي يوفرها السوق المصري وكذلك المبادرات المتعدده التي اطلقتها مصر خلال السنوات الاخيره بهدف تحقيق نقله نوعيه في المجتمع عبر توطين التكنولوجيا والنهوض بمجال صناعه وتصميم الالكترونيات وكذلك البنيه التحتيه الحديثه التي باتت تتمتع بها مصر على جانب آخر، استعرض الدكتور عمرو طلعت الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقد اطلع السيد الرئيس على الجهود القائمة لتحويل مدينة المعرفة إلى منطقة اقتصادية حرة، فضلاً عن مبادرات وزارة الاتصالات للتنمية البشرية. لا سيما في مجالات البرمجيات وتسويق الالكترونيات والتسويق الرقمي والامن السيبراني والتحليل الرقمي بالاضافه الى مبادرات تدريب الطلبه والخريجين الجدد لتاهيلهم لسوق العمل في مختلف شرائح قطاع الاتصالات وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود تطوير الخدمات المميكنه للمواطنين للتسهيل عليهم وتوفير الوقت مع تحقيق الدقه وذلك من خلال التوسع في شبكه الالياف الضوئيه والاسراع بالتحول الرقمي للخدمات كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد سامح شكري وزير الخارجيه الاجتماع تناول قيام السيد وزير الخارجيه بعرض التقرير التنفيذي الاول للاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان وقد اشار السيد وزير الخارجيه الى ان اعداد التقرير شهد اشتراك الجهات المعنيه في اطار منظومه عمل وطنيه متكامله في تنفيذ الاستراتيجيه والتشاور مع المجتمع المدني حول افضل الممارسات لتطبيق الاستراتيجيه على ارض الواقع